الاشخاص. احنا كمجلس محلي مهم جدا انه استمروا في هذا العطاء، وكل ما تعطوا اكثر كل ما احنا شدينا الهمه واعطينا اكثر. طبعا بتكون الشغله شوي صعبه بالنسبه للميزانيات، بس احنا بنتدبر بالاول والاخير. ونجاح المتناس هون او المركز الجماهيري هو من نجاح معليا، نجاح معليا هو من نجاح المجلس. بالاخر بالاول والاخير المجلس بينجح اخر شيء، اول شيء البلد بتنجح. بتامل ان كلكم تستمروا بالعطاء وتزيدوا اكثر واكثر، لانه كل ما اعطيتوا اكثر كل ما البلد استفاد اكثر، وانتم حسيتوا بالنجاح اكثر والمجلس حس اكثر والمنطقه كمان استفادت. لانه بفهم انا مش بس من طلاب معليا، فيهم بريت المنطقه. وبتامل انه المركز يكون بالاول والاخير كمان مركز لكل البلاد، زي المدرسه الثانويه مركز لكل البلاد. وشكرا لكم كلكم، وشكرا لفراس ولام خليل. بالاول والاخير النجاح نجاحكم، والمرشدين قديش انتم بتنجحوا قديش احنا بننجح. شكرا لكم كلكم، وعلى رواق تضلكم مستمرين في العطاء، لانه كل ما زدتوا عطاء كل ما احنا نجحنا. طبعا عطاءنا هذا من احساسنا بالانتماء للشيء. اذا يعني فيش انتماء فيش هذا فيش عطاء. يعني هذه كل عام وكل عام بخير. هيك قصة عجيبة.